بشهر رمضان بالمجتمعات الإسلامية مشان يخلوا الطفل يتعود على الصيام ويتأقلم عليه بخلوه يصوم لساعات. هاي الساعات تحولت لعادة، هاي العادة صار إلها اسم، وهذا الاسم بيختلف من منطقة لمنطقة أخرى. بحلقتنا اليوم رح نعرف شو اسم هذا الصيام منكم، وأيضا حنعرف إمتى بلشتوا فيه وإمتى صرتوا تصوموا صيام كامل. حلقة جديدة من رمضان بوب، أهلا بكم. رمضان كريم، يعاد عليك بالصحة والسلامة. عليكم الصحة والسلامة. نحن اليوم سؤالنا حول صيام الأطفال، يعني بكل مجتمع وبكل منطقة في صيام للأطفال من وقت لوقت، مثلا من الصبح للظهر. هذا صيام بمنطقتكم شو بتسموه؟ هلا في كتير تسميات، أحيانا بيقولوا مأذنة الجامع، كل ما بيأذن الجامع بفطر برجع بيصوم، أحيانا بسموه صيام العصفور، صام فطر كذا، هيك الأسامي بسموها. هلا احنا بالشام عنا يعني بنسميه درجات المأذنة. انت بتتذكر حالك انك صمت هذا صيام العصفور؟ لا والله ما بعرف، يعني بس بتذكر بصغري صمنا، يعني كلياتنا كنا صمنا، وهلا ابني صفتين يعني اول يوم بيصومه. يعني هلا انا وقت بلشت صوم تقريبا ست سنين بس ايه 6 سنين بالضبط. طيب امتى بلشت تصوم صيام كامل كل شهر رمضان؟ يعني الصف الثالث، يمكن ابو 8 سنين، يمكن 8 سنين 9 سنين. في الاطفال مشان يعودوهم على الصيام ويتاقلموا على الصيام بخلوهم يصوموا ساعات قليله، يعني مثلا نص الصبح للظهر وهكذا. في له اسم هذا عندكم بالجزائر؟ لا ما في عنده اسم محدد، بس يصومونه ولما ياذن الاذان يشربوا المي على اساس انه هم صايمين وهم مو صايمين. ويكملوا صيام عادي؟ يكملوا صيام عادي بكل ثقه. تمام. طيب انت صمتي هذا الصيام المتقطع؟ يعني من شي عمري 6 سنين 7 سنين وانا عم صوم، يعني من كنت صغيره وانا عم صوم. جميل. رمضان ما بفوت ولا رمضان. شكرا. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، صحه فطوركم. هي صيام الاطفال بنسميها صيام العصفور، يعني انه للساعه 12 تقريبا او الظهر بيقول لك خلاص انا بدي صوم، بدي افطر، يعني انا صمت، يعني هذا النهار تبعي. يعني كنا عمرنا وقت من 8 سنوات 7 سنوات كنا نعملها للظهر نكون فطرانين. لا يعني ما فيش اسمه محدد، بس احيانا في اماكن يعني بيقولوا عليه صيام العصفور. طيب انت بلشت الصيام يوم كامل برمضان؟ يوم كامل بعمر ال 15. ايوه صمت من وانا تقريبا كان عندي 6 سنين، وكان باباي كمان بيديني تحفيز، يعني بيديني فلوس على انت صمتي لحد كده ولو صمتي اكتر تاخدي فلوس اكتر. بس يعني وبدا الصيام من هنا، كان عندي 6 سنين تقريبا. الاطفال بسن صغير مشان اهلهم يعودوهم على الصيام بخلوهم يصوموا مثلا من الصبح للظهر. هذا الصيام شو بتسموه بمنطقتكم؟ صيام العصافير. طيب هذا الصيام نص النهار انت صمته؟ لا ما صمت. طيب امتى انت بلشت تصوم صيام كامل معناها؟ 5 سنين عشان ما اكذب عليك، يعني صيام كامل 5 سنين، او مثلا حط راسي ونام اسحب نومه اسهر بالليل وما في الا الساعه 6:30 عصريات. اي واحد ممكن يعطش ويتعب، بس لازم يتعود، يعني هو الصيام فيه اجر وثواب، لما تتعب زياده كمان بتصبر عليه كمان فيه يعني اجر، يعني اجر زياده بكون. يعني هذا الصيام شو بتسموا عنكم؟ نحن بنسميه دراج الحمام، صيام متقطع، يعني من الصبح للظهر لحتى الطفل يتعود شوي شوي انه يصوم. سنه عن سنه بصير بنمد له الساعات، فبس يصير لعمر معين مثلا 11 سنه بصير بيصوم النهار. هذا الصيام شو بتسموا عنكم؟ درجات الحمامة، من الصبح للظهر أو من الظهر للعصر يعني تقريباً. الله يخلي عندك أولاد، ما هيك؟ الحمد لله رب العالمين. عم بيصوموا هاي دراج الحمام؟ عم بيصوموا، عندي واحد عم بيصوم دراج الحمام والباقي عم بيصوم النهار كامل. بالضبط، هو كان يعني تعليم الطفل على رمضان شوي شوي مشان يتعود جسمه على هالشيء، بس يكبر أنت يقدر يصوم رمضان كامل يعني. كنا نصوم نحن أولاد صغار، نصوم بس نصوم إنه بنفوت على المطبخ ناكل صايمين.